الكابتن وليد على سيراميكا الحقيقة قدم عرض جيد يعني، ووصل ويمكن كان أكثر تهديدا للزمالك في بعض الفترات، وعنده عطرات شديد على الكرة اللي في الآخر اللي فيها شك كبير إنها ضربة جزاء. هل كان سيراميكا يستحق نقطة على الأقل في هذا اللقاء يا كابتن وليد؟ ولعب تكتيكان بشكل جيد هيثم شعبان النهارده. هو كابتن هيثم شعبان مدرب هايل وبيلعب كرة حلوة قوي ومحضر فرقته بشكل كويس. نعم. يستحق نقطة أو لا؟ هو برضو الزمالك مضيع طبعا يعني، الزمالك طبعًا مضيع طبعًا كتير هي الفكرة أن لكن يستحقه يستحقه بصراحة. نعم. يعني كرة واضحة جدا، لكن في الآخر يعني ما بنتكلمش على التحكيم، لكن كرة كان لازم يرجع للفار فيها. لكن فكرة كمان اللعيبة اللي قعدها كارتيرون بعد مباراة القمة طبعا 100% عقاب بينه. نعم. ودي في الكورة مش حلوة. نعم. يعني المدرب اللي بيبقى عنده لعيبة أساسية بيضحي بيها علشان مباراة أنا بشوف إن ده خطأ كبير. هو يعني لازم يشيلهم وليد. لازم جنبهم. لازم جنبهم. يشيلهم هنا يا جماعة يسندهم يعني. خصوصاً إن هم لعيبة مؤثرة. طبعاً. يعني النهاردة أبو جبل أسلحتك. حتى مع كامل الاحترام عواد هايل، لكن أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر مع الشناوي. وهو اللي شالك كتير. عجبني. نعم. تصريح الكابتن أحمد ناجي. طبعاً. لما قالك إنه الدبح. نعم. هو فعلا دبح. هو في لحظة دي برضو احدى الفرص المؤكدة للزمالك اللي مضاش مصطفى، بس مصطفى لازم ياخدها في نفس اتجاهها. لكن طبعا مصطفى ما بيلعبش بدماغه قوي كويس، لكن عملها كده بس انه عملها كده. لكن هي فرصة خطيرة. الزمالك ضايع ضايع بصراحة في واحدة الأونجم بعدها كمان، واحدة الأونجم شاطها كسب العرض. الزمالك ضيع كتير يا كابتن. طبعا ضيع، بس عجبني ان سيراميكا كان ند يعني. الحقيقه الامانه الشديده جدا يعني اتحطت لتحت، اتعملت كويس قوي. مصطفى حطها هايل. فوق هايل. مصطفى جميل. اي حته جوه مصطفى جميل. فالفكره ان انا لما يكون عندي طبعا مباراه قمه وفيها مشكله كبيره وبتعمل مشكله عند الجماهير، لكن في الاخر انا يعني ممكن اتفق معاه في حمزه المسلوسي مثلا، لان حازم قريب جدا مستواه من حمزه. نعم. يعني ده يلعب ده يلعب، هي في الاخر دي اتعملت كويس قوي. لا لاعب عبد الله جمعه عملها كويس قوي. نعم. ولاعب عبد الله جمعه باك رايت يعني. فبالتالي لا، ابو جبل مشكله كبيره، محمود علاء مشكله كبيره، اوباما مشكله كبيره. يعني انت ضحيت بلعيبه معرفش كان بيميز نادي الزمالك ثبات التشكيل. طبعا مشكله كمان بن شرقي، يعني تحس ان تيم نادي الزمالك مش هو ده بتاع السنه اللي فاتت اللي احنا كنا على طول. طبعا عارفين ال11 كمان. نعم. حتى سيف الدين الجزيري. وعارف البديل مين؟ حتى عارف ال11 مجنون يا جماعه. يعني هو بعده سيف الدين الجزيري. دي حاجه غريبه جدا برضو. غريبه جدا. الراجل يعني لعيب محترف ومنتخب تونس ولعيب بيقدم شغل كويس قوي كويس قوي. فانت عدم ثبات التشكيل ده اللي كان بيميز الزمالك السنه اللي فاتت. لكن سيراميكا مأدي بشكل كويس جدا، بتفق ان دي طبعا لازم واضح حتى التيشيرت نفسه حتى للحكم. نعم. انا شايف انها باينه. يعني ما اعرفش كابتن معروف، انا شايف ان حتى زاويه الرؤيه عنده خصوصا في الكادر نشوف كده. كابتن معروف كان فين يا جماعه؟ الكادر اللي من ورا. الكادر اللي من ورا باين. باين ان هو حتى شايف ان التيشيرت يعني كان لازم يرجع للحاله يشوفها مره واتنين. لكن لا، الفار ما استدعوهوش خلاص يعني. الفار ما استدعوهوش. سعد الحكم بيريح نفسه. يأمن نفسه. يأمن نفسه. بيريح نفسه. ولا كسب الفار. ما ينفع. لا يأمن نفسه. مش فاهمني. عارف ينفع امتى قصدي فيها كابتن؟ يحسبها. يحسبها. فهيضطر يرجع للفار. يعني لو هو عايز يرجع للفار يحسب اللعبة، فالفار يجي يقول له انا شايف. لكن يعني التحكيم برضو الله يكون في عونهم زي ما الكابتن الخطيب قال بالظبط. هي الفكرة ان محتاجين يتطوروا ومحتاجين. هنا انت بص الابيض ده لا في كادر من ورا كده. انا عايز اعرف بقى في اللعيب اللي قدام ده. بص هل حجزه يبين ان هو الابيض اللي وراه كده. في كادر من ورا. امام عاشور اظن. يا كابتن واقف قدامه. كابتن في كادر من ورا باين الرؤيه يعني. الكادر المفتوح ده الفار بقى، ده اللي يشوفه الفار. كادر المفتوح بص انا بقول لك ده اللي يشوفه الفار، لان الزاويه الكاميرا من ورا. يعني شوف جايبه من وش ازاي. هو كان واقف ورا كابتن بس معروف. هنا ما هي بص يا كابتن. انت قصدك من هنا. شايف من هنا. كمل كمل كمان. كمل. بص يا كابتن. لا باينه. بص زاويه الرؤيه باينه 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 عنيه. يعني كمان المشكله ان طارق فضل ماسك التيشيرت كتير كتير. لا ماسكها كتير. بص يا كابتن باينه. يعني هو شايف. هو قريب جدا. هو ده الكادر اللي انا بقوله. هي الدفعه ما فيهاش بنالتي، لكن الشده اللي فيها شك في الاخر يعني. لكن وجهه نظر.